اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من لايف اوف ميوزك. هذه الحلقه بدون تجهيز بدون سيناريو. عندي كم موضوع كنت بتكلم فيه على موضوع سماره، كنت بتكلم فيه في الانستغرام، قلت ليش ما اسوي مقطع في اليوتيوب ونتناقش، لانه عندي تساؤلات بكل صراحه لازم تنطرح يعني. فخلينا نبدا الحلقه. للناس اللي ما تعرف ايش الموضوع، سماره حاليا مسجون في الامارات. طبعا سماره هو رابر تونسي، فراح للامارات عشان يشتغل وينزل اعمال وينزل كليبات مع شخص من الاشخاص. في الاخير لفقوا له تهمه على حسب الشايع، وحاليا هو موقوف بالامارات تقريبا. الموضوع يعني زار عن شهرين تقريبا، ممكن لين دحين او شهر ونص. فالموضوع يعني فيه له تساؤلات مره كثيره. خلينا نبدأ الحلقة. في الحلقة هذه عندي أربع تساؤلات لأربع جهات أو شخصيات نفسي أعرفها بكل صراحة، لأنه الموضوع خلاص صار في الإشاعات مرة كثير، وفي تجربة سابقة راح أتكلم لكم برضو نفس قضية تقريبا سمارة حصلت مع مغني راب ويوتيوبر برضو هنا في السعودية، بتكلم عنها برضو في هذه الحلقة. أول تساؤل في عقلي، حكومة الإمارات ليش لين دحين ما طلعت بيان رسمي إيش تهمة الرابر سمارة؟ لانه الموضوع لين دحين بعض الناس بيقولوا مخدرات، بعض الناس بيقولوا اتحايل على اموال وغسيل اموال، بعض الناس بيقولوا الكفيل حقه هو اللي خدعه، بعض الناس بيقولوا جريمه معلوماتيه عشان اصور في المطار. فليش الحكومه الاماراتيه ما تطلع تقرير رسمي ايش قضيته وتوجهه للسفاره التونسيه عشان الكل يعرف والموضوع يكون واضح، ونفس الوقت انت تعرف هذا ايش تهمته، ايش العقوبات، ايش الاشياء المترتبه على هذا الشيء، عشان تعرف انت هل سماره مظلوم او سماره ظالم. انا شخصيا ماني واقف مع صف احد على اثبات براءته او اثبات الحقيقه. انا واقف مع سماره لانه هو رابر ونحن اجمعنا المجال نفسه، ونفس الوقت هو اخويا في الاخير، اخويا مسلم زيه، فانا اكيد ما اتمنى له الشر. لكن اذا هو خالف القوانين او عدى الحدود اكيد هو بيستاهل العقوبه اللي تنزل له. فليش لين دحين ما في توضيح رسمي ايش قضيته؟ انا ما قلت لك خرجوا لا تخرجوا، ايش الحكم، لا، ايش هي القضيه؟ طلع بيان رسمي ايش هي القضيه، وجهه للسفاره التونسيه، السفاره التونسيه راح تعرضه في الاخبار، تقول لك كات 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 وصلى الله على سيدنا محمد. هذا اول موضوع. ثاني موضوع اللي هو كفيله او الشخص اللي استدعاه لدبي او الامارات عشان يشتغلوا من هذا الموضوع. الناس بيتهمون هو سبب ايقاف سماره، فهو ليش ما يخرج يا انه يثبت التهمه عليه انه هو من جد هو السبب عشان كات كات كات، او انه يبرئ نفسه. فهذا موضوع مره غريب بالنسبه لي، وهذا التساؤل الثاني اللي عندي. انا سايب نولي كيف كنانا، انت تسوى باللي في جيبك. التساؤل الثالث اللي عندي للحكومة التونسية. حكومة التونسية في الأخير سمارة تونسي، كان عنده قضية سابقة، مغني راب، تحب ما تحب، تكره ما تكره، انت مفروض مطالب انه انت تطلع توضيح عام ايش اللي حصل في الامارات. هل انتوا اتواصلتوا مع الامارات، الحكومة الاماراتية، عرفتوا ايش السبب، عرفتوا متى راح يخرج، متى راح يمشي، ايش القضية، ايش التفاصيل؟ لانه هذا الموضوع الصراحة مرة مهم، وهذه شغلتك يعني انت كحكومة، انت شغلتك انه انت ايش تحمي رعاياك، حتى لو كانوا برا في سفارة عندك انت تحمي رعاياك. طيب ليش لين دحين ما في توضيح رسمي؟ يعني الموضوع صراحة مرة غريب لين دحين. التساؤل الرابع اللي عندي اللي هو للجمهور الاماراتي والتونسي وحقنا الرب بشكل عام. انا قاعد اتابع الصفحات، قاعد اشوف ردة الفعل، في اشياء مرة غريبة. في ناس قاعدة تضحك على الموضوع، فاهم انه هو الموضوع كوميديا، انه لا يستاهل هذا، هذا المتعاطي، هذا الفاسق، مدري ايش بيغني راب، واحد حاليا داخل في مصيبة، انت ليش قاعد تضحك يعني؟ انا نفسي عارف انت ايش الشيء اللي يضحك اصلا، ايش الشيء اللي يضحك، او ايش الشيء اللي يخليك تحط اتهامات انت لسه ما تدري عن الموضوع. مهما كان انت عندك رقم صغير او كبير، انت لازم تاخذ موقف على حسب الشيء اللي انت تشوفه، بعدين تختار انت اي جانب بتوقف معاه. فهذه مره انا شايف غباء مره كبير من الجمهور، الناس اللي بتحط اتهامات هي ما تدري عن الموضوع. واحد يقول لك والله هو بيتاجر، واحد يقول لك غسيل اموال، واحد يقول لك ضرب فلان، واحد يقول لك جريمه معلوماتيه، ولا في حاليا طرف ثاني، الطرف الثاني ده اللي هو انه لا ترى الامارات ما راح تمسكك اذا انت ما سويت شيء. طيب ممكن الموضوع ملفق عليه من جد يعني. ممكن انا ما بوقف في صفه، بس ممكن الموضوع ملفق عليه، فاهم؟ الموضوع مره غريب ومره مستفز. الشيء اللي خلانا اسوي هذا الفيديو انه السنه الماضيه حصل نفس الموضوع
بالتفاصيل. نفس الموضوع مع دايلر اليوتيوبر ومغني الراب دايلر في الأخير. دايلر برضو كان في الإمارات بس هو كان عايش في الإمارات يعني فترة متقطعة، إنه هو عنده بيت في الإمارات فهو يروح من السعودية للإمارات. فجأة سمعنا إنه دايلر تم القبض عليه في الإمارات، بدأت الإشاعات، بعض الناس بيقولوا مخدرات، بعض الناس بيقولوا اغتصاب، بعض الناس بيقولوا وا 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 وا. وفجأة طلع لك مشاهير يبدأوا يتاجروا بالموضوع من ناحية إنه هم بيسووا مقاطع أو بينزلوا منشورات في تويتر إنه لا هو قضيته عشان فلانة مع بنت مع فلانة، أو إنه كان قاعد يزرع حشيش، قاعد يهرب مخدرات، قاعد يبيع مخدرات، قاعد عاطى مخدرات، وا 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 وا. الإشاعات مرة كثيرة وما في جهة رسمية قاعدة تنفي هذا الموضوع. هذا موضوع الصراحة مرة غابني، بيان رسمي وصلى الله على سيدنا محمد. ليش تخلي الناس تعيش في الشك وتشوه سمعة الرجال ونفس الوقت اتهامات باطلة بتخرب له حياته وسوقه وسمعته وشغله وكل شيء؟ في الأخير يعني ما تطلع بيان رسمي إلين نحن نستنى إلين الولد نفسه يخرج، بعدين هو يجي يقول لك إيش الموضوع. طب أنا برضو ممكن ما أصدقه، ممكن أنت بكرة تروح تنسجم مخدرات وتطلع تقول والله أنا انسجنت عشاني كنت أقرأ قرآن ولا كنت أي شيء عشان الناس تعاطفوا معك. وكتبوا تحت الكومنتات إيش رأيكم أنتوا بموضوع سمارة إلين دحين. أنا شايف إنه موضوع مرة مبهم، ونفس الوقت أنا ما أقدر أوقف مع طرف معين، ونفس الوقت أنا ما أقدر أفيدك، لا أفيدك أقدر في السوشيال ميديا، ولا أقدر أفيدك بعلاقات، ولا أقدر أفيدك بفلوس ودعم، ولا أقدر أفيدك بشيء، لأنه أنا دحين الموضوع مبهم، الموضوع معتم، ما في أحد قدر يستفيد شيء، ما في أحد عنده معلومة كاملة. يعني أمه خرجت بفيديوهات، الصراحة فيديوهات مرة تحز، وقال لي رأي ما فيها حتى شيء، كفالة 5000 درهم ويخرج 10 أيام الإجراءات تصير ويروح سامح. به تعديت شهر كامل في أكل إجراءات، قاعد تقول لكم ولدي ما سوى شيء، ولدي ولا. أنا عارف إن الأم في الأخير قلبها يعني قلب الأم، يعني ما يحتاج نتكلم عن قلب الأم، فالأم كده راح تستنكر أي شيء سواه ولدها أو صورة ولدها، يعني في بالها شيء مختلف عن الواقع. بس في الأخير الأم معاها حق، يعني أنا أمه أعطوني بيان رسمي إيش سوى. يا الحكومة التونسية، الحكومة التونسية من فين تأخذ الاستبيان، من فين تأخذ البيانات؟ من الحكومة الإماراتية. أضعف الإيمان من الحكومة الإماراتية إنه هي تقول إنه أسمعوا الفلان الفلاني عنده محاكمة بقضية كده وكده وكده وصلى الله على سيدنا محمد، أو حتى لا تقول قضية، عنده محاكمة في اليوم الفلاني، اليوم الفلاني ده على الأقل أهله يجوا، يكون عنده محامي، يكون عنده ناس يعني فاهم يوقفوا في صفه. أما كده فجأة ولد أنت كده تخفيه من الدنيا بدون أي سبب، بدون أي تقرير رسمي، بدون أي شيء، قضايا كده كثير مشبكة في بعض الجمهور اللي قاعد يخترعها. لكن كان في موضوع حلو في هذه الأزمة، إنه كثير من الرابز بيدعموا سمارة، الناس اللي عندهم علاقة شخصية معاه أو حتى ما عندهم علاقة شخصية معاه قاعدين يدعموا سمارة إنه يخرج من هذه المشكلة. وأنا أتمنى الصراحة إنه يخرج من هذه المشكلة، لأنه في الأخير نحن ما نتمنى السوء لأي أحد، حتى لو شخص كان عدو لنا ما بنحب السوء لأي شخص، بالذات إذا كان مظلوم. إذا كان مظلوم هذه مشكلة يعني دبل، فمشكلة دبل. لكن في الأخير نحن ما نتمنى السوء لأي شخص، وما نتمنى إنه يمر في مشاكل، لأنه في الأخير عنده أمه، أهله، عائلته، أصحابه، علاقاته، شغله، فإنه تدمر حياة شخص كامل أو تنبسط عشان حياة شخص كامل قاعدة تتدمر، فمعليش يعني أنت إنسان قذر، يعني قذر أنت لدرجة حتى كلمة قذر فاهم يعني كلمة أنت سافل سافل. وعلى هرجة سافل إن شاء الله أنا عندي أغنية جديدة راح تنزل اسمها سافل للسفلة بقول صراحة يعني. وبس والله كان عندي كلام في نفسي كده نفسي اقوله، فعشان كده قلت اسوي لكم هذا الفيديو البسيط الخفيف، واكتبوا لي تحت رايكم في الكومنتات في الموضوع وفي القضيه. وبس زي ما تعرف انه انا ان شاء الله راح انزل اغنيه تقريبا يوم الاربعاء، انا اعلنت في الانستغرام ما اعلنت في اليوتيوب، فهذه الاغنيه اسمها سافر راح تنزل ان شاء الله فيديو كليب. ان شاء الله راح انزل لكم اغاني باستمرار الفتره القادمه، يعني كده مركز على موضوع المزيكا كاداء وليس كمحتوى في اليوتيوب. فللناس اللي تحب تسمع المزيكا حقتي انتظروني يوم الاربعاء ان شاء الله. فلايك سبسكرايب اشتركوا في القناة وشاركوا المحتوى استاهل النشر. Peace out.